السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهارده هكلمكم عن اهم معادلات الباور بي اي او اهم معادلات الدكس، لغة الدكس في برنامج الباور بي اي، وهي معادلة كالكوليت. كالكوليت دي يا جماعة دي يعتبر زي 90% من المعادلات او 90% تستخدمها في باور بي اي. كالكوليت دي بتعمل ايه؟ كالكوليت دي عاملة زي كاونت اف سام اف، بتقدر تعمل في فلتر كمان، تقدر تعمل كذا حاجة في جوه معادلة واحدة. تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي عندنا الداتا دي اهي موجودة اهي، واحنا عايزين نبص كده عليها من جوه كده. دي الداتا اهي من جوه، دي مثلا بيقول لك دي داتا HM اللي هي H&M يعني ملابس وكده. فانا مثلا عايز اقول له انا عايز احسب الكوانتيتي او اعد الكوانتيتي للكاتيجوري اللي هو اسمه فوتوير، يعني الفوتوير عايز اعرف الكوانتيتي بتاعته قد ايه. فهنيجي هنا كده ونعمل ميجر، نيو ميجر. النيو ميجر ده يا جماعه ده بيحسب لي بس الحسبه، فنيو ميجر هيبقى معمول اهو. فهنقول له مثلا حسبه مثلا ايه سم اوف كاتيجوري. دي طبعا مش عايز اكتب حاجه عشان ممكن اعدل الفوتوير وهكذا. وهنقول له مثلا كالكيوليت اهي، او لوحده عشان كالكيوليتبل دي حاجه تانية، كالكيوليت اهي. وبيقول الاكسبريشن دي بيقول لي دي المعادله اللي هتعملها، انت عايز تعمل ايه او النتيجه اللي انت عايز تطلعها. هقول له مثلا اعمل لي سم اهي. فبيقول لك سم بتعد كولوم واحد بس، يعني سم بتعد كولوم واحد بس. فانا بقول له الكولوم ده هيكون الكوانتيتي، فين الكوانتيتي اهي، ونقفل الكوز بتاع سم. فيظهر دلوقتي بعد كده ندوس كوما، هيظهر لي دلوقتي الفلتر ده هيبقى ايه. هنقول له الكاتيجوري اهو، الكاتيجوري اهو بتاع اتش ام، وهيقول لك اللي يساوي كلمه فوت وير. وهنعمل نقفل الكوتيشن كده، وبعد كده نقفل الكوس خالص ونقفل وندوس انتر. فهنلاقي حاجه اسمها سم اوف كاتيجوري اهي. عشان نعرف النتيجه صح ولا غلط هنروح عاملين كارد، هنجيب الكارد اهو وهنسحب sum of category دي عليه. هقول لك sum of category ده 99، 99 اللي هي على ال quantity تبع الفوتوير. طب لو انا عايز اغيرها مثلا واجيب مثلا كلمة الكلوزنج، لو انا غيرت هنا كده وكتبت مثلا كلمة هنا كده وكتبت كلمة clothing دوست انتر، الداتا اتغيرت. طب انا عايز اتأكد ان الداتا دي صح ولا غلط، هنروح عاملين كارد تانية. بصوا يا جماعة في المعادلات بتاعت الدكس انت ممكن تعمل كل حاجة على الفلتر، بس هي بتبقى معادلات الدكس بتبقى احسن شوية. لما تيجي تعملها اهو هنجيب الكوانتيتي، فين الكوانتيتي؟ كوانتيتي هنسحبها هنا كده، وهنجيب الكاتيجوري اهو، الكوانتيتي اهي. وعايزين نجيب الكاتيجوري فين الكاتيجوري؟ فين هو؟ انا عديتها ولا ايه؟ الكاتيجوري فوق اهي صح؟ اي كاتيجوري نعملها هنا كده اد فيلد تو، وهنعمل مثلا على الفوتوير. الفوتوير كانت 99 قبل دي. طب لو انا غيرتها كده وجبت الكلوزنج 214 بالظبط زي ما احنا عاملينها بالظبط. فدي فكره كالكوليت. كالكوليت ممكن تعمل بقى هنا بقى بدل سم ممكن تعملها مثلا كاونت، ممكن تعمل افريج. ما انت بقى تقدر تعمل اكتر من معادله جوه الاكسبريشن ده، جوه حته الاكسبريشن دي اللي هو بتاعه سم دي كده، تقدر تعمل اكتر من معادله، او يعني هي معادله واحده بس تغيرها، يعني مثلا سم افريج كاونت وهكذا. دي هتفيدك بس كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا والله الواحد بيقدم يعني محتوى كويس جدا. فاتمنى تشاركني وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.